It's my life. بالنسبة لي أنا بتعرف على كل رفقاتي من خلال الهيب هوب. اسمي نصر الشربجي، ملقب بتشينو with a Y. أنا رابر، بروديوسر، أورجنايزر، مانجر. مش أنا اللي نقيت الاسم، لما كان عمري 15 سنة يعني بالشام كان في واحد سوري بس كان ساكن بأمريكا بتكساس، فبس لجيت على الشام بالسنة 99 أو 2000 قال لي بدي عيط لك تشينو، لأنك نحن بتكساس كل حدا شكله آسيوي من عيط له تشينو. فقلت لهم بس أنا مني صيني، أنا فلبيني، you know. بس خلص علق لما جيت لهون على الفلبين على لبنان، كمان بلشوا يعيطوا لي تشينو وعلقت. and هلا زدت with a why، لانه كل ما حدا دائما بيسالوني ليه تشينو ليه تشينو، I'm like واضحه القصه، you know، ما بدي I don't need to spell it out for you، you know. I feel good. صراحة انه كان اسبوع يعني هيك مليء بالقصص والشغلات، و you know كنا عم نعمل كتير قصص، فمبسوط بس كمان عندي هيدا الانزايري اللي بدي خففها، you know. كانيي ويست، تايلر ذا كريتر، تشايلدش جامبينو، يمكن لانه بيعملوا كذا شغله، you know، كمان ما بيتعلبوا بشغله. they like to do fashion، they like to do you know music obviously، they like to do script writing، acting، you know. بحب انه واحد فيه يعبر عن حاله بكذا شغله مش بس بشغله. Nike Air is like you know هون بلبنان خاصة دائما you know يقولوا لي ليه عم تغني بالانجليزي، واذا بغني بالعربي ليه ما تغني باللهجتك الاساسيه، اذا بغني باللهجتي الاساسيه ليه احسن لك تغني بالانجليزي. يعني بيسكلي عامل لك خدوا من لطيزي، بعمل اللي بدي اياه، طير العقل وما حدا وافي بس تحكي على الشغل مظهر الخيب. وانا ما بحس انه في شيء ناقص، بس في شيء ديفلوبمنت. نحن اوريدي الموسيقى اللي عم تطلع من الشرق الاوسط يعني اتس ديفرنت اتس اميزنج اتس جريت، فنحن عم ننطر الاندستري يلحقونا صراحه، مش العكس، يو you نو know. العالم الفنانين اوريدي شاطرين بس الاندستري مش موجود، ونحن ناطرينهم ليوصلوا على الليفل اللي نحن فيها. My hats. I got like a lot of hats. I got like أكتر شي عندي hats و hoodies. الصراحة just work man. أنا بحب أشتغل. I don't stop working. You know, my past weekend work. كنت عم بعطي عندي مدرسة الهيب هوب بالشمال، كنت عم أشتغل. And then عملنا حفلة. I don't really chill man. هيدا مشكلتي. الاكتفاء الذاتي، you know, fulfillment. يعني sometimes بتشتغلي قد ما بطلعي مصاري هول المصاري بنصرفه، you know. So يعني في اوقات بقعد بشتغل بصمد مصاري بعدين برجع بصرفهم. So هيدا الاكتفاء الذاتي لما انا عم بشتغل، that's the most important thing، because اذا ما عندي هيدا fulfillment بالشغل ما بكفي الشغل لأعمل مصاري من الأصل. Tyler the Creator. Yeah, you know, بحس he's accessible, he's cool. بركي Childish Gambino. All الناس they بيفكروا هيك بطريقة مختلفة شوي. Nike definitely. بس I have a different feeling about it الصراحة يعني. And as I got older, هيك على كبر، you know، طول عمري بس بلبس نايكي. بس my feet are not thanking me any. بس كبراند they're amazing. بس maybe in comfort Adidas. Cube Sessions was really cool. يعني it's صراحة better than expected. You know, عملنا شغلة سريعة actually. بخلال 3-4 أيام عملنا like هيدا ال you know the prep and things like that. وتعرفنا على موسيقى جدد وكمان كانوا كتير فظيعين. So يعني it opened a lot of doors for me and in a different way. فمبسوط كتير actually بهالسيشن.